للحديث عن تمويل ميليشيا حزب الله غير المشروعة وتوثيق تجارها في المخدرات وأثر ذلك على الأمن الاقتصادي والمجتمعي للبنان والمنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أستاذ نبيل، مرحبا بكم. يعني لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لكن ميليشيا حزب الله تبني اقتصادا موازيا. ما الموارد التي تعتمد عليها ميليشيا حزب الله في بناء هذا الاقتصاد؟ وهل تأكد اعتمادها على تجارة المخدرات في مدخلاتها أستاذ نبيل؟ يعني طبعا موارد حزب الله، منظمة حزب الله متعددة، هي متعددة الموارد والمصادر التمويل، بدءا من التهرب الجمركي في لبنان والاقتصاد الأسود. الاقتصاد الأسود وأعني به عملية التهريب التي يقوم بها للسلع المدعومة من المصرف المركزي، يعني من جيوب اللبنانيين. هذه تدور له أموال أيضا، ولكن في الآونة الأخيرة وفي ظل الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان والشح في الدولار العملة الصعبة، يعتمد حزب الله بشكل أساسي على تجارة المخدرات العابرة للدول، لأنها تدر إليه العملة الصعبة الدولار الأمريكي. فطبعا بعد انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأمريكي، أصبح متاحا لحزب الله القيام بتأمين اقتصاد موازي في لبنان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتأسيس يعني شبكات ومؤسسات مالية، سواء لمساعدة قواعده الشعبية حتى لا يثوروا عليه كما يحصل في لبنان الآن من احتجاجات شعبية، ولتمويل حربه العابرة للدول سواء باليمن أو بالعراق أو بسوريا أو بلبنان. نعم. وبالتالي هذا هو المورد الأساسي اليوم، هو تجارة المخدرات. طيب. يسألون أحيانا أين هي المخدرات وأين تزرع المخدرات. طبعا يعني حزب الله كما أصبح معلوما لدى الجميع يحتل مناطق شاسعة من الحدود اللبنانية السورية، وخاصة على سفح السلسلة الشرقية لجبال لبنان من الجهة السورية، القلمون الغربي، مدينة القصير، فهي تلائم مناخيا الزراعات الممنوعة مثل الحشيشة الكيف والأفيون والكبتاغون وغيرها، لأنها هي نفس البيئة الطبيعية والمناخية لمنطقة معلبك الهرمل، حيث كانت إمبراطورية حزب الله منذ تسعينات القرن الماضي. طيب أستاذ نبيل، بعد أن تأكد ضلوع ميليشيا حزب الله في تصدير المخدرات لدول المنطقة، الدول العربية وخاصة الخليجية تحديدا، وذلك عبر تصدير المواد الزراعية، هل سيؤثر ذلك على صادرات لبنان الزراعية عموما، على صادرات لبنان عموما وخاصة الزراعية منها؟ طبعا هناك قرار خليجي تقريبا موحد، يعني هناك قرار رسمي صدر عن المملكة العربية السعودية، لحقه قرارا مماثلا عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن مملكة البحرين، مقاطعة شاملة للصادرات اللبنانية الغذائية وبشكل خاص الزراعية والفاكهة والخضروات. وبالتالي هذا طبعا يزيد من الأزمة والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية على المزارعين اللبنانيين، على المصدرين اللبنانيين الذين لا حول لهم ولا قوة. يعني حزب الله يقوم بأعماله الإجرامية المنظمة ويدفع الثمن الشعب اللبناني ولبنان من سمعته الاقتصادية. وبالتالي هذا الأمر، يعني هذه القرارات ستزيد من الضغوط على الشعب اللبناني. نتمنى أن يعي الشعب اللبناني بأن أزماته المالية المتلاحقة وسمعة لبنان في الخارج وراءه حزب الله، يعني ليست هناك منظمة خارج هذا الكون. المرتكبين معروفون، التجار يعلمهم الجميع، أثرياء الجدد من تجارة المخدرات، بارونات المخدرات في لبنان معلومين لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، ولكن لم يحركوا أي ساكن. يعني شاهدنا مؤخرا من بعد القرار الخليجي تم توقيف شخص وهو من صغار تجار المخدرات، وهو واجهة، إحدى واجهات صغيرة لمنظمة حزب الله، ولكن الجميع شاهد عبر الفيديو نوح زعيتر وهو محسوب على حزب الله كيف يزور الفرقة الرابعة في سوريا، ولا هناك من يحاسب في لبنان. هناك صحفيون يذهبون ويعلمون مكانه ويجرون معه المقابلات، وأجهزة المخابرات لا تريد اعتقاله.
طيب. أو لا تستطيع اعتقاله، لأن هناك طبعا نحن نعلم بأن من يسود القضاء في لبنان والأجهزة الأمنية والنيابة العامة هي منظمة حزب الله. طيب أستاذ نبيل، لو ابتعدنا عن الأهداف الاقتصادية، هل هناك أهداف أخرى غير اقتصادية من تصدير حزب الله للمخدرات للدول العربية؟ هذا الأمر ضمن يشنها حزب الله على المجتمعات العربية، يعني هو قام بعمليات قتل وتخريب وإرهاب في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي الكويت، وهو من منطلق عقائدي، الجرائم لا تأتي من فراغ، تأتي بناء على تعبئة عقائدية، يعني أن الطرف الآخر المكون العربي السني في المنطقة هو هدف مشروع وحلال قتله بأي وسيلة، ومنها المخدرات، إن لم تكن البراميل المتفجرة أو السلاح الكيميائي ممكن المخدرات، من يقتل في ذلك السلاح يقتل بهذا السلاح، فهذه الدماء مستباحة لهذه المنظمة العقائدية التي تستحل دماء السنة. أستاذ نبيل، الميليشيا حزب الله تدعي أن المخدرات تأتي من سوريا ولا دخل لها فيها، إذا ما صحت هذه الرواية المزعومة، برأيكم هل أن حزب الله لا يتحمل مسؤولية ترويج المخدرات في المنطقة؟ يعني جميع التقارير الحقوقية للشبكات الزميلة ولمنظمتنا يعني تؤكد بناء على توثيق إفادات شهود بأن حزب الله يستوطن المناطق الحدودية مع لبنان ويقوم بزراعة يعني مساحات شاسعة من الأراضي التي تم تهجير سكانها من سوريا، وخاصة أعود وأقول وخاصة في منطقة ريف لقصير والقلمون الغربي، لأنها تشترك مع منطقة الهرمل في نفس المناخ، يعني هذه التربة وهذا الجو المناخي يلائم زراعة الحشيشة والمزروعات الممنوعة. بالتسعينات القرن الماضي قامت وزارة الداخلية اللبنانية بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بإتلاف مساحات شاسعة من منطقة الهرمل، ولكن بعد الحرب التي شنها حزب الله على الشعب السوري واحتلال أرضه بدأ بزراعة هذه المخدرات ويقوم بحماية هذه الأراضي واستخدامها للتهريب يعني وللتعبئة وللتخزين وللصناعة، لأنها بالكامل تحت سيطرتها، حتى أنها ليست تحت سيطرة الجيش السوري، هي تحت سيطرة ميليشيا حزب الله، ويقوم بتهريبها سواء من معبر المعابر الجنوب سورية أو من مطار بيروت باتجاه العالم. هو مطار بيروت، مطار الشهيد رفيق الحريري، تحت سيطرة حزب الله كما يعلم الجميع، والقوافل التي تذهب من لبنان باتجاه سوريا تمر على الحواجز العسكرية اللبنانية دون تفتيش، وتمر على الحواجز العسكرية السورية دون تفتيش، وتعبر الحدود دون تفتيش، وهكذا تكون هذه التجارة عابرة للحدود بشكل آمن تحت سيطرة ميليشيا حزب الله بدون أي شريك، يعني لا تحتاج لشركاء في هذه العملية. نعم أستاذ نبيل، وضحت الفكرة. عبر سكايب من إسطنبول المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، شكرا جزيلا لكم.